محتاجين نعرف حاجات اكتر عن المايسترو امين بوتشار. انت مهندس؟ ايوه. طيب المشروع اللي انت ابتديته المشروع الموسيقي بداية فكرته كانت ايه؟ انا عارفة ان انت بتحب الموسيقى اكتر من الهندسة، ده واضح جدا. ايوه تمام. البداية كانت في باريس. في باريس انا عايش في باريس منذ 16 سنة، وبالموازاة مع الهندسة بعشق الموسيقى ودرست موسيقى وتعلمت. مؤخرا العام السنة الفايتة قررت نحبس شغل الهندسة، نوقف الهندسة ونعمل حفلة موسيقية صغيرة كجلسة عائلية مع فرقة الموسيقية اللي عندي في باريس في قاعة صغيرة بهذه الفكرة. فكرة الناس هما اللي يغنيوا. لقيت واحد النجاح كبير الحمد لله، ومن بعد فكرت مع فريق العمل باش نطوروها، ودخلنا للمغرب، جربناها في المغرب والمشروع كبر وكبر مع الجمهور المغربي، واليوم الحمد لله غيزيد يكبر مع الجمهور المصري ومع ان شاء الله بلدان عربية اخرى ان شاء الله. عندك إيمان وقناعة إن الغنى مش بس أذن موسيقية وأحبال صوتية تعرف تكيب المقامات، الغنى ده حالة ووجدان، مش بالضرورة نكون محترفين أو أصواتنا حلوة عشان نغني مع بعض. لا بتاتا، الموسيقى بالنسبة لي هي لغة تواصل، وهي إحساس. قبل أن باش نكون نتكلموا على كيف ما قلتي قواعد ولا تكون الامور تكون الامور مضبوطه، فهو فيلينغ بين الناس اللي تعرف او ما تعرفش تغني، وهو هذا الشيء اللي حابين نوصلوه للناس عبر هذا المشروع، انه مهما كان الشرط الوحيد هو تكون كتحب الموسيقى، ماشي ضروري تكون موسيقي جد او لك تغني، عندك صوت جميل. ولا على العموم حفلتنا النهارده فرصه عظيمه جدا لاصحاب الاصوات الوحشه زي حالاتي ان هم يغنوا ويلعلعوا، ومحدش هيحاسبهم نهائي، هنغني براحتنا ومحدش له كلام علينا. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.